ما الذي يحدث الآن في السودان ومن يسيطر على الأرض؟ بداية التحية لك، مساء الخير على مشاهدي قناة الشرق أينما كانوا. السودان منذ 15 أبريل في حالة حرب طبعا نتيجة لتمرد قوة الدعم السريع على الجيش السوداني. هذه المعركة التي لم تعرف في المحيط الدولي بالذات يعني وللمتابعين من خارج حدود السودان بشكلها الصحيح الذي وصلت إليه هذه المعركة الآن بعد عام ونصف. هذه المعركة التي فيها أذرع خارجية كبيرة جدا تنخرط في الحرب في السودان، لها ملفات داخل السودان، استثمرت في الخلافات الداخلية في السودان، في الأزمات الداخلية في السودان، ولكن تظل الأيدي الخارجية وامتدادات هذه الحرب وارتداداتها في المحيط الإقليمي والدولي معروفة ومسنودة. الشعب السوداني يعاني معاناة كبيرة، هناك أكثر من 11 مليون نسمة هم نازحون من بيوتهم، هناك تشريد، هناك توقف للخدمات، وهناك يعني صنف جديد من أنواع التمرد لم تألفه هذه المنطقة وخاصة السودان، لأن هذه القوى التي تمردت أولا استجلبت مقاتلين من خارج صفوفها وهم مرتزقة من خارج السودان من أكثر من 8 دول. أعداد الذين التحقوا بالقتال وهم ليسوا في صفوف هذه الميليشيا أكثر من 250 ألف مرتزق من داخل وخارج السودان، يمتد إلى فضاء الساحل والصحراء في أفريقيا وكذلك من دول وسط أفريقيا. الجرائم التي يعني تقوم بها هذه القوات تجاه الشعب السوداني، تجاه الدولة السودانية، تجاه البنية التحتية في السودان، يعني احتلال المستشفيات والمرافق العامة والوزارات والمنشآت الصناعية ونهب أملاك المواطنين العامة والخاصة وإيقاف دولاب العمل، كان هذا المخطط الكبير هو المرحلة الثانية من الحرب، لأن المرحلة الأولى كانت يوم 15 أبريل هو محاولة انقلاب واستلام السلطة بضربة سريعة كما صرح بذلك قائد التمرد من أمام بوابة القيادة العامة بعد بداية التمرد بأكثر من 5 ساعات يعني. وتحدث صراحة أنه أمام القيادة العامة وليس أمام قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلا أن يسلم نفسه أو سيقوم بتنحيته بالقوة النارية، فبالتالي كان هذا انقلابا فشل يوم 15 أبريل وأحالت السودان إلى هذه الحالة من حالات تسكين الحرب. ومن يستثمر في هذه الحرب ويطيل أمدها أكثر هو الإمداد الخارجي الذي لا يتوقف لهذه الميليشيا. الجيش السوداني صمد في معركة دفاعية قوية وطويلة جدا، استطاع أن يكسر القوى الصلبة لهذا التمرد، استطاع أن يستعيد زمام المبادرة مرة أخرى ويمتص صدمة هذا التمرد، ولكن الإمداد المستمر والتدفق الكبير جدا للأسلحة وللمقاتلين هو ما يجعل حسم هذه المعركة حتى اليوم يحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود. واحدة من أبرز المعالم التي يجب أن نقرها في ختام حديثنا أن الدولة السودانية متماسكة من الداخل، حيث أن المؤسسة العسكرية قد يعني عزمت على إنهاء وجود هذا التمرد في السودان بشكل كامل، ولذلك كانت كل المحاولات الخارجية لخلق منابر تعيد إنتاج هذا التمرد باتفاق سياسي أو عسكري كانت هذه المنابر تواجه اعتراضا كبيرا. الملمح الأخير هو أن الشعب السوداني كله توجهت إرادته خلف القوات المسلحة لحسم هذه المعركة وهو جاهد للقتال معها. هناك إشكالات داخلية في الحكومة السودانية لتجهيز المقاتلين لإسناد القوات المسلحة تواجه يعني جزء من هذه المشاكل موروثة بحكم أن السودان كان في حصار لأكثر من 4 عقود، وجزء منها مرتبط بكفاءة من يتولون المناصب وكيفية إدارتهم للشأن اليومي، ما يعني أهمية التحسن في إدارة الدولة يعني ذهابا إلى حالة الانتصار الكامل إن شاء الله. نعم دكتور الضيفي وهو خبير عسكري وأمني معروف يعني يحدثنا أن ما يدور الآن في السودان هو انقلاب، وأن هذا الانقلاب بدأ بمحاولة اغتيال القائد العام للقوات المسلحة وبعد ذلك انتشرت الحرب بهذا الأمر. وأنا أعلم أنك قد عدت قبل أيام قليلة جدا من مدينة أم درمان وتجولت في عدد من المناطق داخل السودان خلال الأسبوع الماضي. إذا نقلنا لك هذا التساؤل، من الذي يسيطر على الأرض في السودان؟ يعني هل تسيطر الميليشيات أم القوات المسلحة؟ وما هي أماكن سيطرة الطرفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة وشكرا لهذا السؤال المهم. حقيقة أنا فعلا ذهبت إلى السودان ومكثت هنالك وسافرت وتجولت في مساحات شاسعة جدا من السودان وانتقلت بين المدن وبين الولايات والتقيت بكثير جدا من المواطنين. ذهبت أيضا إلى دواوين الدولة لكي أتلمس الواقع بنفسي، ليس فقط مجرد التحليل السياسي. حقيقة أقول لك
من مدينة بورسودان إلى أم درمان مسافة 850 كيلومتر، هذه مسافة شاسعة جدا تنتقل فيها بكل حرية، بل الممارسون المواطنون يمارسون حياتهم الحياة الطبيعية تماما بكل حرية في هذه المساحة الواسعة وعبر عدد كبير جدا من المدن من بورسودان، سواكن، سنكات، هيا، عبرة، الدامر، شندي، المتمة إلى أم درمان، كل هذه مساحات واسعة. خلال هذه المساحة شاهدت أيضا مشاريع زراعية تعمل واستثمار في التعدين الذهب، التعدين الأهلي أيضا، يمارس المواطنون حياتهم بكل طبيعة بكل حرية وبكل أريحية من بورت سودان. أيضا لاحظت العودة الطوعية للمواطنين إلى أم درمان، حيث تنتقل من بورت سودان يوميا أكثر من 50 شركة تعمل في النقل ويسمى البصات السياحية باللغة المحلية، يسمى نعم. البصات السياحية، لأن هذه البصات تقدم خدمات حتى فندقية، يعني من حيث التكييف والخدمة داخل إلى أن تصل إلى مدينة أم درمان. هذا العدد الكبير من البصات السياحية والشركات السياحية توضح أن رأس المال اطمأن تماما على الوضع الأمني، اطمأن على ماله، على أرباحه، على العاملين وعلى العرض والطلب، هنالك يعني أعداد كبيرة. نفس هذا الوصف الذي قلته لك من أم درمان، من بورسودان إلى أم درمان 850 كيلومتر، أيضا من أم درمان إلى حلفة 900 كيلومتر، كل بنفس الوصف نفس الدرجة التي ذكرت لك، كل هذه المساحة يتجول المواطنون بكل حرية ويمارسوا حياتهم. من أم درمان أيضا إلى الدبة، ومن الدبة إلى الفاشر، مساحة كبيرة جدا 1700 كيلومتر بنفس الدرجة. مسار آخر من أم درمان إلى الدامر، ومن الدامر إلى القضارف إلى كسوم، يعني أكثر من 800 كيلومتر، مساحات شاسعة جدا. هذه لا أقول لك تحت سيطرة القوات المسلحة، أنا ذهبت في كل هذا المسار، القوات المسلحة لا توجد في الأحياء السكنية، لا توجد في هذا المسار الذي القوات المسلحة موجودة، ولكن في دورها، في معسكراتها، في الأماكن التي تدور فيها وتخطط فيها لاستعادة ولإدارة الحرب بالخطط العسكرية التي تراها، لكن لا تتدخل لا من قريب ولا من بعيد في حياة الناس، لا توجد في الأحياء السكنية. المواطنون، هذه الأحياء السكنية، هذه المساحات الشاسعة هي تحت إدارة الدولة وتحت إدارة المؤسسات الرسمية والمؤسسات الشعبية، إذ أن أيضا للمجتمع وللمؤسسات الشعبية تعضد بعضها البعض، كل هذه المؤسسات تتكامل وتؤدي أدوارها وتكمل بعضها البعض. لماذا ظهر السؤال عن السيطرة والمساحة؟ هذا الجيش السوداني لا يسيطر على هذه، هنالك دولة. أيضا أقول لك قبل أن أجيب على هذا السؤال هنا الفرعي، ذهبت إلى مؤسسات الدولة مثلا إلى السجل المدني واستخرجت شهادة ميلاد، ذهبت إلى المحكمة واستخرجت أيضا إشهاد شرعي، ذهبت إلى دور الشرطة، أكثر من 9 مؤسسات للشرطة توجد في أم درمان تعمل، ذهبت إلى استوديوهات تلفزيون السودان، مؤسسات الدولة موجودة وتعمل بكل كفاءة وتعمل بالبيروقراطيتها المعهودة وبالبروسيس وخطواتها. فيما يتعلق مثلا بالسجل المدني، كنت أتنقل من شباك إلى آخر ويتم التدقيق على الأوراق وعلى الأختام، ويتم إذن كل مظاهر الدولة موجودة. أقول السؤال الجانبي والفرعي، لماذا ظهر التساؤل عن السيطرة؟ هذا السؤال أنا أعترض على المفهوم الذي يدار به في الإعلام. لماذا؟ لأن مفهوم الكلام عن السيطرة هنا للتضليل، ظهر للتضليل، هو مفهوم خاطئ. هنا لا توجد قوات مسلحة مسيطرة على أحياء السكنية، غرس هذا المفهوم بواسطة قحط تقدم أو بواسطة الميليشيا. لماذا؟ لصرف الأنظار، بدلا أن نتكلم عن دخول الميليشيا إلى الأحياء السكنية هو جريمة، احتلال منازل المواطنين هو جريمة، أخذ المواطنين قسريا وطردهم من منازلهم هو جريمة، هنالك سلسلة من الجرائم المتتالية تبدأ بدخول الميليشيا إلى الأحياء السكنية.
إذا ظهر مفهوم السيطرة للتغطية على هذه الجرائم، بدلا عن أن يكون الحديث عن جرائم ترتكبها الميليشيا وهو محرم على القوة المسلحة دخول الأحياء السكنية. للتغطية على ذلك ظهر مفهوم السيطرة. مقابلة أخرى حينما يتم المقابلة بأين كم من المساحات وكم النسبة المئوية التي يسيطر عليها الجيش السوداني وتسيطر عليها الميليشيا، هذا أيضا مضلل. الجيش السوداني لا يسيطر على الأحياء السكنية، لا يتدخل في حياة الناس. السيطرة التي تعنيها الميليشيا هي لتغطية الجريمة، وهي بالأساس تسيطر على أحياء على منازل المواطنين. نعم. هنا مفهوم السيطرة جاء للتغطية على الجريمة، وأيضا لانتزاع الجيش السوداني من منظومة مؤسسات الدولة والإيحاء، وكأنه هو يسيطر على المساحات، بينما إنه الجيش السوداني جزء من منظومة مؤسسات الدولة. نعم. وتتكامل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية في إدارة شؤون الحياة في هذه المساحات الواسعة، مقابل أن الأحياء السكنية التي توجد فيها الميليشيا، دعني أنقل لك أن ما يزال بعض المواطنين موجودين في هذه الأحياء، تتحكم هذه الميليشيا في حياتهم، تأخذ منهم جبايات، تخرج بعضهم كثيرا منهم من منازلهم. ما يزال المواطنون الذين في هذه الأحياء السكنية لا يستطيعون حتى قضاء حوائجهم حاجاتهم، لا يستطيعون الذهاب والشراء، لا يستطيعون ممارسة التجارة، لا يستطيعون حتى أداء الصلوات في دور العبادة، لأنهم حقيقة تحت رحمة وتحت سيطرة هذه الميليشيا. نعم. وهذه جرائم، أكرر أن هذه جرائم لا يمكن الحديث عنها بمفهوم السيطرة والمقارنة بين نسب سيطرة على المساحات. نعم سيد عامر، يعني الدكتور ينقل هذه المشاهد ويقول أنه لم يجد تمسخرات لارتكازات الجيش في الأحياء وفي المناطق على طول هذه الكيلومترات التي تحدث عنها، وأن الجيش متواجد فقط في أماكن إدارات الجيش، يعني في القواعد العسكرية والمعسكرات ونحو ذلك. أليس هذا خطأ يعني في الحرب؟ ألا يجب على الجيش أن يحمي هذه الأحياء وهذه الطرقات من توقل الميليشيات أم ماذا؟ وطبعا تحدث دكتور محمد عثمان مشكورا عن المناطق الامنه التي تسيطر على القوات المسلحه. السيطره ليست بالتواجد على الارض، كل الارض، انما السيطره بالتحكم في الطرق، في مسارات وممرات الحركه الرئيسيه، في السيطره بالمعلومات، بالاستخبارات، بالاستطلاع الجوي. فبالتالي هذه المناطق اصلا هي امنه، لا يتم نشر القوات في المناطق الامنه، ويتحدث عن فضاءات كثيره جدا امنه. لكن انا احب ان اركز على مفهوم أساسي وهو مفهوم عسكري بحت. يعني هناك مفهوم الانتشار ومفهوم السيطرة. الميليشيا المتمردة، قوات الدعم السريع، هذه تنتشر على رقعة كبيرة جدا من السودان. نحن يجب أن نقير ذلك. يعني نتحدث عن ولايات دارفور، الجيش يتواجد الآن في عاصمة الولاية في الفاشر، ولكن بقية مساحات دارفور تنتشر في هذه الميليشيا، وكذلك تنتشر في مساحات من كردفان، وتنتشر في مساحات من ولاية الخرطوم. لكن المفهوم الأساسي هو كيف تسيطر على هذه المناطق. الانتشار لا يعني السيطرة. يمكن أن تحقق انتشارك بأن تفزع المواطنين، بأن تتدخل في أحياء سكنية وتتخذ المواطنين دروعا بشرية، في أن تحدث تغييرا ديموغرافيا في هذه المناطق وتشيح حالة الحرب. كل هذا يساعد على انتشار هذه الميليشيا، لأنه هي تتوجه في أساس حملتها على إيذاء المواطن السوداني، وليس الذهاب مباشرة إلى معسكرات الجيش. فهذه الحالة من حالة الانتشار لا تعني السيطرة. المفهوم الآخر هو السيطرة، وهذا المفهوم الذي تعمل به القوات المسلحة، وهو أن تتحكم في المداخل والمخارج، أن تتحكم في المعسكرات الرئيسية التي يمكن أن تعمل وفقا لخطة دفاع متكاملة. ولذلك الولايات التي ينتشر فيها الجيش تسير فيها الحياة بصورة طبيعية. يعني الانتشار الذي ليس غرضه السيطرة وإنما غرضه إظهار القوة فقط، قد يعيق الحياة الطبيعية للمواطنين، وهذا ما لا يحدث في الولايات الآن. يعني ما في هدنة غير معلنة، كما تشيع بعض المنصات أن هنالك هدنة غير معلنة بين الجيش والدعم السريع بضغوط دولية، يعني تمنع تقدم الجيش. ليس هناك هدنة، هناك نشاط عملياتي متواصل. نحن نرى القتال في الفاشر يستمر لأكثر من 120 هجمة على الفاشر. نعم. القتال في أمدرمان وعمليات التطهير في غرب أمدرمان مستمرة. البنك الأهداف للقوة الجوية مستمرة، سواء كان بالطيران المؤهل وحتى بالطيران المسير. فبالتالي ليس هناك هدنة. يعني محاور القتال الأخرى تشهد كذلك نشاطا، لكن ما يجب أن ننتبه له أن القوات المسلحة تنتظر عملية كبيرة جدا وواسعة،
لتغيير معادلة الميدان بشكل كامل. يعني وجود الحرب في مركز الدولة في ولاية الخرطوم، ووجود الحرب في ولاية الجزيرة وولاية سنار وهم في ولاية الوسط المؤثرة جدا في حركة البضائع والناس وكذلك في حركة مؤسسات الدولة بنفسها، يعني هذه المعركة هي واجبة ولازمة وسرعة حسمها ضروري جدا للذهاب إلى المرحلة الثانية وهي تطهير ولايات كردفان والذهاب إلى تطهير ولايات دارفور. هذه مهام كبيرة جدا تنتظر القوات المسلحة. هناك يعني حديث من المواطنين بأن هذه العملية تتأخر. القوات المسلحة تتحدث على أنها تجهز قواتها. سمعنا الجنرال ياسر العطاء مساعد القائد العام يتحدث عن تجهيز قوات كبيرة جدا في معسكرات في محاور مختلفة باعتبار أن هناك عملية كبيرة ستصهر. هناك تحسن كبير ونوعي في استهداف القوى المتمردة بالطيران وبالمدفعية، ونرى الخسائر بتوسيق هذه القوى المتمردة بنفسها. هناك فشل كبير جدا لكل عمليات الهجوم الكبيرة على معسكرات الجيش، سواء كانت في الخرطوم على معسكر المدرعات وفي الشجرة أو حتى على مدينة الفاشر. وقد يئس تماما من الهجوم على مدينة بابانوسا في غرب كردفان الفرقة 22، ويئس تماما من الهجوم على مدينة الدلنج في جنوب كردفان. يعني كل هذه مؤشرات تدل على أن المعركة الدفاعية للقوات المسلحة هي معركة ناجحة جدا. نعم. تعامل الطيران مع أهدافه تعامل ناجح جدا، من واقع أن خسائر الميليشيا في صفوف القيادة من الصف الأول والثاني والثالث كبيرة جدا. نحن رأينا يعني علي عقوب هو قائد العمليات في دارفور، يعني تم تحييده وقتله. قائد العمليات في جنوب كردفان شيريا تم تحييده وقتله، عبد المنعم شيريا، وكذلك عدد كبير جدا من القادة في الخرطوم وفي غيرهم تم تحييدهم. في الفاشر كان هناك خسائر كبيرة جدا. فهناك عمليات دفاعية، ولكن القوات المسلحة ينتظرها واجب كبير جدا في أن تبتدر عملية هجومية واسعة تطهر بها مركز الدولة في الخرطوم وكذلك في الجزيرة، والناس ينتظرون هذه العمليات الكبيرة. نعم دكتور، يعني الضيف يشير إلى أن هنالك محاولات مستميتة من قبل الميليشيات لدخول مدينة الفاشر. معلوم استراتيجية هذه المدينة العسكرية والاستراتيجية أيضا الاقتصادية ومكانة هذه المدينة أيضا السياسية في دارفور. هل يعني ذلك أن الميليشيا تعتمد فعلا سياسة السيطرة على الفاشر حتى تعلن انفصال دارفور وأماكن السيطرة هذه التي أنت قبل شوية كان عندك حساسية منها، أن كل دارفور تسيطر عليها الميليشيات وربما يكون أشبه بالوضع الليبي، مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة حفتر، أم ماذا؟ هي المعركة ليست بأهداف الميليشيا بحيث أنها تسيطر على مدينة أو على ولاية. المعركة بأهداف الدول الخارجية التي تغذي وما تزال تدفع للميليشيا. هنالك أهداف يريدون كان يعني وكل أهدافهم هذه استطاع الجيش السوداني أن يفشلها وأن يبطلها، ابتداء من الهدف الرئيسي هو الاستيلاء على السلطة، وذلك فشلا ذريعا. الهدف الآخر وهو غرس عملائهم في حكومة يسمونها مدنية أو حكومة يعني يكون ذراعها الآخر هو الميليشيا. كل حينما فشل كل ذلك صاروا يعني يستهدفون أهدافا في غالبها هي أهداف إعلامية لكي يحدثوا فرقة إعلامية أو يضغطوا بالضغط السياسي والضغط الإعلامي لكي يكون، ومن ذلك الهجوم المتواصل. طبعا الهجوم المتواصل على الأحياء السكنية كل ذلك للضغط. وكما ذكرت أن هنالك حملة إعلامية كبيرة جدا للتضليل ولتحقيق انتصارات على الميديا الإعلامية، ولكن في جوهرها وفي حقيقتها على أرض الواقع هي جرائم. أيضا بالتزامن مع ذلك يحدث هجوم على بعض معسكرات الجيش، كل ذلك فشل. وكما ذكر ضيفك الكريم أن كل مراكز دفاعات الجيش السوداني استطاع أن يقدم فيها معارك كبيرة ويصمد، بل جاءت بوبالا على هذه الميليشيا وتم قتل عدد كبير جدا من قيادة الصف الأول والصف الثاني. إذن هزمت الأهداف، قتل القادة، تم إبادة حقيقة لأعداد كبيرة جدا بالألاف من جنود هذه الميليشيا، وما تزال دولة الأمارات والدول الخليجية ما تزال تغذي إما بالمال وإما بالمرتزقة وإما بالحماية في مجلس الأمن الدولي، ما عساهم أن يفعلوا إذا كان كل هذا تكسر على رؤوسهم. لذلك صاروا يركزون مثلا على أهداف من وقت إلى آخر، تارة يضربون مدينة أحياء سكنية، تارة يضربون مدن كبيرة مثل
مدينة ودمدني، مدينة سنجا ومحاولاتهم في مدينة سنار، الآن يعني ركزوا على مدينة الفاشر باعتبار أن الفاشر أقرب إلى الحدود مع تشاد، أقرب من باقي ولايات ومدن السودان الأخرى، لذلك الآن الإعلام يتحدث والرأي العام السوداني الداخلي يتحدث عن، وحتى التقارير الدولية تتحدث عن أن الأمارات مددتهم بأنواع جديدة وأنواع مختلفة يعني فقط للتشوين العسكري وليس من أجل إعلان منطقة يسيطر عليها الدعم السريع بالكلية. كل ذلك ممكن، هم أهدافهم تتنقل من هدف إلى آخر، هم الآن يعني يقفزون يتقافزون، لأن كل الخطة ألف، الخطة باء، الخطة جيم، الأهداف، الهدف الأول، كل ذلك حينما تكسر صاروا أيضا يعني، ولذلك يتنقلون من مكان إلى آخر ومن هدف إلى آخر، صاروا يعني ليس لديهم هدف مركزي محدد الآن يستطيعون أن يعملوا من أجل، خاصة أن هدفهم المركز الرئيسي وهو إعلان حكومة، ذلك فشلوا فيه. قد يلجوا إذا كان بهدفهم لإسقاط مدينة الفاشر، نعم، للسيطرة على مساحات شاسعة من ولايات دارفور ثم إعلان الدولة، لكن ما يزال الجيش السوداني يقدم تضحيات كبيرة ويقدم يعني دفاعات ونجاحات وانتصارات متتالية عليهم حتى في مدينة الفاشر نفسها، بالرغم من الإمداد المتواصل الذي لم ينقطع، نعم، يوما من الأيام. نعم سيد عامر، وأنت ضابط كنت في المؤسسة العسكرية، يعني معلوم أن الحروب دائما تنتهي إما بالانتصار وإما بالهزيمة أو بالتفاوض، يعني الذي يبقي على مياه الوجه هنا وهناك يعني، والواضح الآن أن 17 شهر يعني منذ اندلاع هذا التمرد، وأن القوات المسلحة لم تستطع حسم هذا التمرد، يعني ما الذي يمنع القوات المسلحة من الانتصار أو المضي للتفاوض وحقن دماء السودانيون الذين يعني يقتلوا الآن ويقتلوا في الطرقات؟ طيب إجابتي كانت يعني إجابة هذا السؤال الذي تفضلت به هي تحتوي على تعليق على كلام كذلك الدكتور محمد عثمان، وهو أن يعني النظر إلى الحرب في السودان ببعدها الداخلي فقط قد لا يعطي الصورة الكاملة، يعني أهداف الميليشيا هذه الأهداف المتنقلة من الانقلاب والاستلام السلطة إلى إشاعة حالة الحرب في السودان لإجبار الجيش والقيادة بتاعت الدولة للتحاور والوصول إلى سيقة من التفاوض تعيد هذه القوة إلى مسرح العمل العسكري والسياسي من جديد، واستمرار المعارك في دارفور ومحاولة كسر إرادة الجيش والقوات التي تتحالف وتقاتل معها داخل مدينة الفاشر، كل هذا ما يعني كل هذا يجب أن يقرأ في إطار كذلك المشروع الخارجي الذي يستهدف السودان. يعني صحيح أن أهداف الميليشيا قد تكسرت، ولكن لا زالت أهداف المشروع الخارجي للحرب في السودان ما زالت قائمة. الحالة التي نراها في السودان وهذه الحرب في السودان ليست بمعزل عن الحالة العامة التي يراد استتباع المنطقة لها، ونحن نرى مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تتكلم عنه أمريكا التي تعمل له الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من عقدين من الزمان، منذ أن تحولت الولايات المتحدة يعني إلى محاربة الإرهاب وبدأت في عملياتها في الصومال وبدأت بعملياتها في أفغانستان وضربت مصنع الشفاء في مدينة الخرطوم بحري في العام 1998 تقريبا. يعني هذا العمل الخارجي أو هذا المشروع الخارجي لم يتوقف في السودان، ويجب أن نقرأ الحرب في السودان بالتوازي ما بين الأحداث والمشاكل الداخلية في السودان وأزمات السودان الداخلية السياسية والأمنية وغيرها، ومع المشروع الخارجي الذي يريد أن تسكن هذه الدول دول المنطقة في حالة لا دولة، ونحن نرى ذلك واضحا في مشروع 2003 احتلال العراق، نرى ذلك واضحا في تفتيت سوريا وتقسيمها، نرى ذلك واضحا في اليمن، نرى ذلك واضحا في ليبيا الآن، ونرى ذلك في الصومال، نرى ذلك في أفغانستان. فبالتالي هذا مشروع كامل غرضه الأساسي هو الحفاظ على أمن إسرائيل، هذا الكيان الذي يحتل دولة فلسطين بعدد من السكان قليل جدا، لا يمكن أن يعيش في محيط من هؤلاء إلا طيب هذه الأمة الكبيرة، إلا في حالة تفتيت هذه الدول وتسكين حالة اللا دولة في يعني هذه الدول. يعني سيد عامر، نفهم من هذا أن القوات المسلحة في السودان غير قادرة على هذا الأمر لأن الميليشيات مدعومة بهذا المخطط. لا، هو طبعا توضيح هذا التحدي هو مدخل لفهم طيب مسار الحرب. يعني أنت عندما تقارع مشروعا يريد احتلال الدولة، هنا ليست هناك
يعني مساحة لاختسام نتيجة الحرب، ليس هناك مساحة للتفاوض على إعطاء هذا المشروع شيئا ليريح الدولة من حالة الحرب. هنا تصبح مقارعة هذا الاحتلال هو الأهم، الاستمرار في المعركة هو المهم، الانتصار يأتي بعد تقديم التضحيات اللازمة، بعد تدبير حال البلد بشكل ممتاز، بعد حشد كل طاغات البلد الكامنة في ذلك، بعد توفيق أوضاع السودان في علاقاته الخارجية بحيث يستعين ويخفف من ضغط الحصار الخارجي المفروض على الدولة السودانية. فبالتالي أنا أقول أن الانتصار واجب وحتمي، لأن هناك حق ينتصر وهناك باطل يندحر، لكن استحقاق الانتصار يحتاج إلى جهد كبير، يحتاج إلى توظيف القوى الكامنة للدولة كلها، يحتاج إلى قدرة على قراءة المحيط الدولي وتوظيف العلاقات الدولية لصالح الجيش السوداني ودعمه وتعزيز قدراته في الميدان لصالح الشعب السوداني لكي يتسلح ويساعد القوات المسلحة، وهو يتدرب بالفعل ليساعد القوات المسلحة. فبالتالي هناك احتياجات كبيرة جدا لإنجاز هذا الانتصار. وكذلك نحن نتحدث عن أن يعني ما قامت به هذه الميليشيا وهذا المشروع الخارجي الذي يستهدف تفتيت السودان، يعني ما قامت به هو شيء لا يمكن التصالح حوله. نعم. قامت بانتهاك كرامة السودانيين، بانتهاك أعراض السودانيين بسبب النساء السودانيات، فبالتالي هذا مشروع لا يمكن التصالح معه. نحن الآن في حالة حرب وصراع صفر يجب أن ينتهي بانتصار القوات المسلحة.